صباحكم الله بكل خير مشاهدينا ومستمعينا الكرام، حياكم الله معانا في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج الصباح رباح اللي أكيد يجمعنا وياكم مع عدد من الفقرات المتنوعة. صباح الخير يا حسن. صباح الله بالنور والسرور أختي حنان. طبعا نلتقي بكم مجددا في حلقة مميزة من برنامجكم الصباح رباح، وفي حلقة اليوم أكيد عندنا عدد من المواضيع اللي تهمكم، أبرزها الحديث عن مشروع تطبيق فطين اللي يسعى إلى تعريف المجتمع القطري بأهمية القراءة للطفل. مثل ما احنا عارفين ومشاهدينا الكرام، ومثل ما احنا عارفين حنان، أن أهمية القراءة للطفل مش من لما يبتدي يقرأ مثلا بدايته، مثلا احنا نقول 7 سنين أو بداية المدرسة أو مثلا 4 سنين، حتى من هو صغير في كتب تعليمية شلون تنمي عنده قدراته أو الوعي اللي عنده أنه على أساس حتى يقرأ بالحواس. من ضمنها تفتي مثل في كتاب مثلا اسمه الأرنب السريع والسلحفاة البطيئة، يحطون لك ملمس الأرنب اللي هو الفرو، ملمس السلحفاة مثلا الدرقة تكون مثلا صلبة، على أساس يبتدي يقرأ حتى لو الأم تقرأ له هذه القصة فبتنمي إدراكه على الهاي. والحلو في الموضوع بعد أن موضوعنا اليوم عن هذا المشروع فطين، تطبيق فطين جاي من مسوينه أطفال طالبات في مدرسة. حبيت الاسم، نبي نسولف عنه. فطين يعني الذكي، وأكيد خصصنا زاوية الاستوديو لليوم للتصوير أيضا للتصوير الفوتوغرافي، فن توثيق الذكريات. أيضا من مواضيع حلقتنا لليوم بنتابع معاكم، مؤسسة قطر تطلق اليوم النسخة 11 من قمة وايز. ومجموعة من النصائح لتطوير المهارات للأطفال. ومن أخبار حول العالم أيضا تتابعون محاولة المحافظة على تقاليد زراعة وإنتاج اللؤلؤ الطبيعي في المكسيك. ومطعم يقدم الطعام للبشر والكلاب في روما. الحين ناخذكم إلى جولة مع الصحافة المحلية الصادرة لليوم وأبرز الأخبار. نعم، إذا مشاهدينا ومستمعينا الكرام، قبل نخلي الصحافة نخليها بعدين. خلينا نتكلم عن أحوال الجو لليوم. طبعا شفتي الجو حنان أنه فيه موجة باردة وشوي موجة حارة وفي رطوبة بين هالوقت. أمس جو خيالي، طلعت ألعب رياضة، الجو خيالي صراحة. أكيد مشاهدينا الكرام الحين ناخذكم في جولة لمناظر جمالية، خلونا نشاهدها.
والحين راح أخذكم في جولة لأحوال الطقس المتوقع لليوم على بعض المدن القطرية نقلاً عن إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني، ونبدأها بالحالة العامة للطقس. يوجد تحذير رؤية أفقية متدنية على بعض المناطق في البداية، ورياح قوية متوقعة نهاراً. وبالنسبة للطقس، ضباب خفيف إلى ضباب على بعض المناطق في البداية مع بعض السحب أحياناً، وحار نسبياً نهاراً. أما الرياح فتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية من 3 إلى 12 عقدة في البداية، حالة البحر وتكون من 1 إلى 2 قدم. نبدأ بمدينة الدوحة، ودرجات الحرارة المتوقعة لليوم تتراوح بين 22 و 27 درجة مئوية. أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 50 و 70%، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تصل إلى 12 عقدة. ننتقل معكم إلى مدينة الوكرة، ودرجات الحرارة تتراوح بين 22 و 27 درجة مئوية. أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 50 إلى 70%، والرياح جنوبية غربية تصل إلى 4 عقد. وفي بوسمرة، ودرجات الحرارة تتراوح بين 22 إلى 25 درجة مئوية. أما بالنسبة للرطوبة فتتراوح بين 60 إلى 80%، أما الرياح جنوبية شرقية وتصل إلى 4 عقد. نذهب معكم إلى مسيعيد، ودرجات الحرارة تتراوح بين 21 إلى 27 درجة مئوية. أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 50 و 80%، الرياح شمالية غربية وتصل إلى 4 عقد. في مدينة الخور تتراوح درجة الحرارة من 22 إلى 27 درجة مئوية. أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 50 إلى 70%، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية وتصل إلى 12 عقدة. ونختم نشرتنا الجوية مع مدينة دخان، حيث درجات الحرارة المتوقعة تكون من 22 إلى 25 درجة مئوية. أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 60 إلى 80%، والرياح جنوبية شرقية وتصل إلى 5 عقد. بالنسبة لرواد البحر، يوجد تحذير برياح قوية متوقعة وأمواج عالية بعد الظهر. كانت هذه نشرتنا الجوية لليوم، ونتعرف الآن على درجات الحرارة المتوقعة لدول الخليج عامة. مشاهدينا ومستمعينا، طرحنا سؤال عبر وسائل التواصل: من وجهة نظركم ما هي العادة السيئة التي يجب ألا يتحلى بها الأطفال؟ أكيد بنتعرف على مشاركاتكم وتفاعلاتكم من خلال الحلقة، لكن الحين مشاهدينا خلونا نروح إلى جولة مع الصحافة المحلية الصادرة اليوم وأبرز الأخبار. نبدأ الجولة بصحيفة الشرق. حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة رئيس نيكوس خيرستودوليز رئيس جمهورية قبرص، يعقدان جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري، ويبحثان أوجه تطوير التعاون المشترك، ويتبادلان وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يدشن الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي أطلقها مصرف قطر المركزي بهدف تعزيز نمو القطاعات الرئيسية. جامعة قطر تستضيف الورشة التوعوية 11 لطلبة المرحلة الجامعية حول الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل التي تنظمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بهدف التوعية بخطورة أسلحة الدمار الشامل. قطر الخيرية تفتتح في بنغلاديش 10 مدارس جديدة للطلبة، ينتظر أن يستفيد منها ما يقارب 2000 طالب وطالبة. ننتقل إلى صحيفة الراية.
وزارة الصحة العامة تنفذ تمريناً فنياً حول تحسين جودة سلامة البيانات المرورية في قطر بمشاركة وفد من المقر الرئيسي بمنظمة الصحة العالمية في جنيف والمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بالمنظمة. انطلاق فعاليات النسخة 13 لمهرجان كتارا للمحامل التقليدية التي تستمر حتى 2 ديسمبر المقبل بمشاركة 200 مشارك من 12 دولة ما بين عارضين وحرفيين. وزارة الثقافة تستضيف أعمال الاجتماع العربي التنسيقي الأول لملف البشت العباءة الرجالية بمشاركة ممثلين وخبراء من 12 دولة عربية لبحث إجراءات إدراج البشت ضمن قائمة اليونسكو. انطلاق أعمال النسخة 9 من معرض صنع في قطر يوم غد الأربعاء لمدة 4 أيام بمشاركة أكثر من 450 مصنعاً وشركة صناعية. إلى صحيفة الوطن. مجلس الشورى يشيد في جلسته الأسبوعية العادية بنجاح جهود وساطة قطر بين إسرائيل وحماس التي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية. رئيس أركان القوات المسلحة يلتقي نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للجنة العسكرية المركزية الصينية ويناقشان المواضيع ذات الاهتمام المشترك وعلاقات التعاون العسكري بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها. دولة قطر تشارك في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة 33 للجمعية العمومية العادية للمنظمة البحرية الدولية وذلك بمقر المنظمة في العاصمة البريطانية لندن. المتعة والإثارة والندية تتواصل بقوة في منافسات الفترة المسائية لثالث أيام مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه مع أشواط الرموز الفضية المخصصة لهجن أبناء القبائل من جميع دول مجلس التعاون. إلى صحيفة العرب. مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع تحتضن معرضاً طلابياً يضم أكثر من 100 عمل فني لإلقاء الضوء على التراث الثقافي الفلسطيني الغني في شتى تجلياته. انطلاق النسخة 3 لمؤتمر استمرارية الأعمال والمرونة تحت عنوان المرونة الوطنية والتعافي من الكوارث بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بمشاركة مجموعة واسعة من الشخصيات المحلية والدولية. ميناء الدوحة القديم بوابة قطر للرحلات البحرية يستقبل نحو 5514 زائراً بين 28 من أكتوبر و 27 من نوفمبر مما يعكس الانطلاقة الناجحة لموسم الرحلات البحرية. اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا تعلن أن مبيعات الدفعة الثانية من التذاكر التي طرحت في 19 من نوفمبر تجاوزت 90,000 تذكرة في أول 24 ساعة من طرحها. نختم الجولة بصحيفة لوسيل. معهد قطر لبحوث الطب الحيوي التابع لجامعة حمد بن خليفة يجري أول دراسة لمقارنة اتجاهات السرطان في الدول الناطقة باللغة العربية مع دول العالم لتسليط الضوء على أنماط الإصابة والوفيات لمختلف أنواع السرطان. دولة قطر تشارك في أعمال الاجتماع السادس لمجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون وذلك بمقر الأمانة العامة بالعاصمة السعودية الرياض. متاحف قطر تنظم مجموعة من ورش العمل الجديدة والأنشطة الثقافية التفاعلية في شهر ديسمبر المقبل تلقي الضوء على عوالم متنوعة من الفن والثقافة والتراث. دار التقويم القطري تعلن أن ثالث ألمع الأجرام السماوية كوكب الزهرة سيلتقي ألمع نجوم كوكبة السنبلة نجم السماك الأعزل في سماء قطر والمنطقة العربية بعد غد الأربعاء. ولا زلنا في الأخبار المحلية حيث محمل فتح الخير يرسو على ميناء الدوحة القديم قادما من مدينة برشلونة بإسبانيا بعد رحلة استغرقت 5 سنوات إلى عدد من الموانئ الأوروبية بهدف التعريف بموروث قطر البحري. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. بعد رحلة استغرقت 5 سنوات إلى عدد من الموانئ الأوروبية بهدف التعريف بموروث قطر البحري إضافة إلى الترويج لكأس العالم فيفا قطر 2022
رسى محمل فتح الخير بالصفة النهائية على سيف ميناء الدوحة القديم قادما من مدينة برشلونة بإسبانيا. وأقامت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا حفل استقبال للمحمل إثر عودته، وتم الإعلان خلال الحفل أن محمل فتح الخير سيستقر على سيف ميناء الدوحة القديم ليتم تحويله إلى وجهة سياحية متاحة للجمهور والسياح من مختلف أنحاء العالم. اليوم سعداء باستقبال محمل فتح الخير 5 على سيف ميناء الدوحة القديم. هذا الميناء الذي طبعا يعتبر يعني ميناء جدا مهم في نفوس القطريين، وهو ميناء يربط التراث القطري الأصيل البحري بالحضارة الحديثة. الميناء طبعا سوف يكون بالنسبة للمحمل شيء مهم، لأنه سوف يرسو المحمل في هذا الميناء ويكون أيضا مزار لزوار دولة قطر عن طريق المراكب أو الباخرات الكبيرة التي تجلبهم إلى الدوحة. الحمد لله على سلامة وصول المحمل فتح الخير لأرض قطر الحبيبة. شرفنا من بعد غياب 5 سنوات ما شاء الله قدرنا نستأنف الرحلة فتح الخير 5 في 2022، والحمد لله روجنا لدولة قطر الحبيبة للمونديال كأس العالم 2022، ونالت على إعجاب يعني كثير من المشاهدين، وشفناها على قنوات التلفزيون وقنوات التواصل الاجتماعي. وجود محمل فتح الخير في ميناء الدوحة القديم لا يشكل مجرد متحف سياحي فحسب، بل إنه سيبقى أيقونة مشعة تدل على وفاء أبناء قطر لإرثهم الثقافي والحضاري، وعلى أهمية الجهود الكبيرة التي بذلوها عبر مختلف رحلات هذا المحمل، حيث سيتم إتاحة الفرصة للجميع للتعرف على هذا المحمل العريق بكل ما يتضمنه من تفاصيل ومكونات وأجزاء تحولت إلى رموز تاريخية توثق للرحلات التي خاضها. مكملين معاكم فقرات برنامج الصباح رباح، لكن خلونا نروح فاصل قصير وراجع. يا هلا ويا مرحبا فيكم من جديد مشاهدينا مستمعينا الكرام. الحين راح نشوف معاكم التفاعلات حول سؤال الحلقة. من وجهة نظركم ما هي العادة السيئة التي يجب أن لا يتحلى بها الأطفال؟ المشاركة الأولى تقول الاعتداء على الغير والتعلق بالألعاب الإلكترونية. يمكن هاي أكثر شيء يحس تعلق بالألعاب الإلكترونية، خاصة في جيل السرعة والجيل الإلكترونيات. صحيح. حنان، وما في طلعت وايد. المشاركة الثانية التنمر التنمر التنمر، والمهم في هالجانب أحس نعلمهم شلون يتعاملون يعني إذا طريقة في المعاملة، نعم، مع الأطفال أو مع الكبار على حد سواء. المشاركة الثالثة تقول الكلام البذيء اللي يسمعه من الكبار، وهذه هنا يجي دور الكبار حنان، إن على أساس إنه يوجهون عيالهم أو على الأقل ما ينقال هالكلام في حضور الأطفال، في حضورهم المفروض وأصلا عدم الحضور. نعم. المشاركة الأخيرة الكذب، الكذب يمكن بعد إحنا لازم نفرق مثل ما كنا نقول حسانة وإنتي، إن مثلا شنو الكذب وشنو الخيال، لأن أحيانا الطفل يتخيل أشياء ويعتقد الوالدين أن هذا نوع من أنواع الكذب. أنواع الكذب خاصة في المرحلة الأولى، يعني أنت تتكلمين عن مرحلة بداية الكلام، خلنا نقول من 3 سنين لين 8 سنين الياهل ما عنده القدرة حتى من طريقة تفكيره وطريقة الوعي بالشيء أو الإلمام بالشيء، هو ما يكذب، هو يقول لك من وحي خياله أنه مثلا صار هذا الشيء. وحتى مثلا لو كذب أنه قال مثلا في شخص جاء أو مثلا فيه حد عطاه لعبة، هو مش ما عنده القصد وعي الكذب نفسه. نعم. من براءته ونقاوته ما عنده الوعي بالكذب. لكن اما في السنين الكبيره، يعني احنا نقول مرحله الطفوله تاخذ من البدايه، من بدايه الولاده خلينا نقول لين 7 سنين لا لين 15 سنه لين 17 سنه هني يعتبر طفل، يعني حتى البالغ يعتبر طفل. لكن نقول ان الله يهديهم وان شاء الله ان تكون هذه العادات منفيه من عندنا. نعم، ممكن احنا دائما نقول ان عادات الاطفال السيئه عند اكتشافها مبكرا يمكن ان احنا نقدر نغيرها من خلال ممارسات او حتى سلوكيات او مهارات جديده، يعني نستبدل السلوك السيء بسلوك جيد. خلونا نشوف التقرير التالي اللي قدم لنا مجموعه من النصائح لتطوير المهارات وتطوير الذات للاطفال.
عادة ما يقترن اللعب، المرح والتسلية والحركة الدائمة بالأطفال، فهم يتمتعون بطاقات كبيرة وحيوية ونشاط دائم. وعليه ينصح خبراء التربية بضرورة استغلال وقت فراغ الأطفال وتوجيه كل تلك الطاقات في تحقيق أشياء مفيدة، وهو ما يساعد الأولياء على معرفة ميول أطفالهم وتنميتها أكثر، وينصح باتباع الآتي: تحمل بعض الأعباء والمسؤوليات. من خلال تشجيع الطفل على مساعدة الآخرين أو تحضير بعض الأعمال المتعلقة به. دمج الطفل في نشاطات مفيدة، مع أهمية أن تكون متناسبة مع ميول الطفل واهتماماته. تشجيع الألعاب التي تنمي ميولات الطفل، فهناك أنواع من الألعاب تنمي تفكير الطفل وتوسع أفاقه، بالإضافة لأنها تشعره بالمتعة والتسلية. حل مشاكل الطفل: يعد وقت الفراغ فرصة ذهبية لتقوية ضعف الطفل في إحدى المواد الدراسية. قراءة القصص التي تحمل عبر ومعاني، وتكون فرصة تبادل الأفكار والآراء حول القصص ومعانيها، وتشغل وقت فراغه وتنمي لديه حب القراءة والمطالعة. تنمية حس المغامرة والتجريب، بهدف زيادة رغبته في التعلم والاكتشاف والمعرفة وتعلم ما هو مفيد وبناء. وعليه من المهم أن يساعد الأهل أبنائهم في تنظيم أوقاتهم ما بين الدراسة والمرح وتعلم مهارات جديدة، مع ترك مساحة لهم للتعبير عن ذواتهم دون ضغوط والتزامات. وما زلنا في مراحل الطفولة ومواضيع الأطفال، قامت مجموعة من طالبات مدرسة عائشة بنت أبي بكر الثانوية للبنات بالعمل على مشروع تطبيق فطين، اللي يسعى إلى تعريف المجتمع القطري وخاصة أولياء الأمور والطلاب أهمية القراءة للطفل ومدى تأثيرها على وعيه. وللمزيد حول التطبيق وأهميته، يسرنا استضافة الطالبة عائشة الأحبابي، وهي إحدى الطالبات اللواتي عملنا على التطبيق. صباح الخير يا عائشة. صباح النور والسرور. عائشة يلا اشرحي لنا التطبيق، شنو فكرة التطبيق، شنو اسم التطبيق؟ فكرة التطبيق أول شيء هو يحول قراءة الأطفال للكتب المختلفة اللي تحيز على اهتماماتهم إلى نقاط خصم يحصلون عليها لما يشترون ألعابهم المفضلة، وهذا من خلال الأبليكيشن. فلما الطفل يقرأ من الكتب المحملة اللي احنا طبعا تعاوننا مع مكتبة قطر الوطنية توفر لنا مجموعة من الكتب الشيقة، فلما الطفل يقرأ هذه الكتب أو يقرأ كتاب معين ويخلصه يحصل على بعض الأسئلة البسيطة، يعني أسئلة عن موضوع الكتاب اللي قرأ. فلما يخلص يقرأ هذه الأسئلة وهذا الكتاب ويجاوب بشكل صحيح يحصل على نقاط خصم يستفيد منها لما يبي يشتري لعبته، وحتى يقدر يغلفها تغليف تام ويحصل على خصم. شو اسم التطبيق؟ تطبيق فطين. ليش اخترتوا الاسم؟ اخترنا الاسم لأنه طبعا في لهجتنا القطرية لما نشوف الطفل الذكي واللي يعرف يعني أشياء أكبر من سنه يكون فطين. ما شاء الله عليك يا عائشة. طبعا مدة العمل اللي استغرقت فيها إطلاق هذا المشروع؟ اشتغلنا على هذا المشروع وهذا التطبيق شهرين تقريبا من إشراف أستاذة وفاء سويدان، ساعدتنا خطوة بخطوة وكانت مثابة البوصلة لنا. من اللي يقدر يستخدم التطبيق؟ هل الكل يعني ولا الأطفال في مرحلة معينة؟ حنا خصصنا التطبيق لفئة معينة من الأطفال اللي هم من سن 6 سنوات إلى 12 سنة، لأن هذه الفئة هي نواة المستقبل وهم الجيل الواعد إن شاء الله، وهذه الفئة بعد نقدر نشكلها عشان تقدر تستفيد من هذا التطبيق وتفيد وطنها. أكيد. طبعاً عائشة أنتوا اخترتوا هذا التطبيق فطين، أكيد فيها أسباب معينة، ليش اخترتوا؟ وش معنى هذا التطبيق بالذات؟ وش معنى هذا المشروع بالذات؟ اخترنا هذا التطبيق عشان نشجع الأطفال على القراءة ونعيدهم للقراءة، لأن الحين أطفالنا في هذا الزمن كلهم مثلا على التابلتات أو الآيبادات ومواقع التواصل الاجتماعي، فابتعدوا عن القراءة، وحتى في ناس يوصلون لمرحلة في الدراسة الابتدائية والإعدادية ما يعرفون يقرون كلمات وما يعرفون يقرون، يشوفونه شيء ممل، فحنا بنحببهم على هذا الشيء عن طريق تطبيقنا إنهم يقرون ويحصلون على الشيء اللي يبونه. إنزين عائشة، خل نوضح بشكل أكبر. حين لو نفترض أن طالب مثلا في المرحلة الابتدائية، أول شيء يسويه طبعا ينزل الابليكيشن موجود على جميع النسخ. أي
موجود على جميع النسخ، زين شلون شلون يقدر يستخدمه؟ اول شيء يسجل دخول حسابه، يحط عمره عشان وبعد الجنس عشان تطلع له الالعاب، العاب بنات او العاب عيال. حلو. ويكون في التطبيق عنده ليفلات، ليفل البرونزي والفضي والذهبي. حلو. فهو لما يقرا قصص اكثر ويجمع نقاط اكبر ويجاوب على اسئله اكبر يوصل ليفلات معينه لدرجه انه حتى يقدر يحصل على هديه مجانيه، لعبه مجانيه. حلو. وحتى يقدر يحصل على نقاط خصومات لما يبي يشتري لعبه ويغلفها او ياخذها هديه حق اختها حق اخوه. فهالكتب كلها اللي انجمعت في التطبيق شلون تعاونتوا؟ كلها من مكتبة قطر ولا عندكم مصادر ثانية؟ اي من مكتبة قطر كلها. يعني يكون عنده حلو خيار انه يختار الكتب اللي هو يبيها، نوعية القصص. اي على حسب عمره بعد. وفي بعد شفتي لما قالت عايشة انه في التطبيق في اشياء تشجيعية ينقلها من مستوى الى مستوى اخر ويقدر يحصل نقاط. يعني غير يعني تشويقه حق القراءة انه يكون فيه مسابقات. طيب الحين هذا التطبيق قابل طبعا للتطوير، شنو الخطة المستقبلية انكم تطورون هذا التطبيق؟ طبعا ان شاء الله احنا اول شيء نطمح ان هذه الفكرة تصبح رائدة في الوطن العربي والعالم. كعادتنا في قطر ان احنا الريادة في كل شيء، لان قطر تستحق الافضل، وكذلك نبي نطور المشروع عشان يصبح للصم والبكم. ما شاء الله. حلو بيكون. عاشة يعني يمكن اليوم ما ادري، انا اتوقع بما ان تفكرتي التفكير مع البنات يمكن انت تقرين. ايه موجود. زين قولي ليش المجالات اللي تقرين فيها؟ اقرا كتب روايات وبعد اقرا انجلش اكثر شيء. انت اليوم كعائشه انت صانعه واحده من صناع هذا المشروع، دخلتي المشروع سجلتي فيه قريتي فيه؟ ايه. حلو، شنو اكثر شيء شدك في الكتب اللي انت قريتيها من هذا المشروع؟ في كتب حلوه للاطفال تتحدث عن قصص الانبياء وحتى اسئله بسيطه تشجعهم على القراءه وتشجعهم انهم يثابرون يعني يبذلون مجهود عشان يوصلون حق اللي يبونه، مو بس يشترون العاب وخلاص، لازم يتعلم يجتهد يقرا عشان ياخذ لعبه. والمشروع مطروح باي لغه؟ باللغتين العربيه والانجليزيه؟ لغات متعدده. لغات متعدده يختار هو من السيتنجز او الاعدادات. كم لغه يعني تقريبا؟ يعني عربي انجليزي فرنسي اسباني. ما شاء الله يعني حلو. كنت متوقع انه بس باللغه العربيه، بس هاي شيء جدا جميل. عائشه زين، عائشه قلتي تحت الهواء ان فيه ان لقيتوا اقبال من الجاليات، كلمينا عن هالموضوع. طبعا احنا خرجنا ورحنا لمركز مراكز صحيه منها مركز روضة الخيل وسوينا بريفيو، يعني اعطيناهم استبيان يعطونا رايهم عن المشروع وشرحنا لهم ووضحنا لهم حتى الالعاب ونحن تعاوننا مع كذا محلات العاب، وحتى مشروعنا يخدم المحلات الصغيره اللي في دوله قطر المحليه مثلا، فيقدرون يستفيدون بهذا الشيء لانهم يوصلون لشريحه اكبر من الاطفال فيستفيدون هذا الشيء من خلال الأرباح اللي يحصلون عليها. نعم ما شاء الله. عاشة أنت قلتي لي أنت في المرحلة الثانوية. أي. واليوم دائما إحنا نقول الإنسان لما يكبر في العمر تزيد التزاماته ومسؤولياته، لكن هالشيء ما خلاك مثلا تستبعدين مثلا فكرة القراءة. اليوم أنت كعاشة شنو تشوفين أهمية القراءة بالنسبة لك أنت؟ القراءة أول شيء تهذب الأخلاق وتثري الثقافة ويكون عندنا حصيلة لغوية وحتى نقدر نحاجج فيها في قضايا عديدة مثل قضية فلسطين، لما نقرأ ونعرف عن هذه القضية ولما نقرأ كتب معينة تكون عندنا ثقافة وخلفية عن هذه الأشياء. شلون تشوفين طموحك أنت على الصعيد الشخصي؟ أنا إن شاء الله أطمح أني أكمل دراستي الجامعية وأصبح طبيبة وسيدة أعمال ناجحة يفتخرون فيني أهلي ودولة قطر إن شاء الله. أكيد. وكلنا نفتخر فيك عائشة ونحيي فيك هذا الطموح وهذا العمل الجميل. ما أدري إذا عندك أي كلمة حابة تقولينها. بس عندي كلمة لكل طالب إنه أولا يجتهد في علاقته مع الله سبحانه وتعالى، لأن علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى هي مفتاح لكل مجالات السعادة، في الدراسة، السعادة في التخصص اللي ندرس فيه، السعادة حتى في الوظيفة اللي ندرس فيها، وكذلك توفيق. التوفيق أول وأساس علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى، ودائما لازم نطمح للأفضل لأن قطر تستحق الأفضل منا نحن أبنائها. عاشة بعد بقول لك، أنت قلتي لي إن ممكن الحين من اللي تشوفك؟ أبوي. يلا شنو حابة تقولين له نختم؟ حابة أقول لأبوي إن أنا فخورة فيه جدا، وفخورة مو هو فخور فيني، أنا فخورة فيه لأنه هو اللي رباني وعلمني على هذه الأساسيات وشجعني، أول مشجعين لأبوي، أبوي مشجعني على الدراسة وشجعني أني أواصل
وأجتهد حتى أوصل طموحاتي. الله يبارك لك يا رب، هذه الأخلاق الطيبة أمانة، والله يسلم يد أمك وأبوك اللي ربوك وطلعوك بهذا الشكل الجميل اللي مثل الفتاة القطرية الطموحة الواعدة. كل الشكر لك عائشة مسفر الأحبابي، طالبة من مدرسة عائشة بنت أبي بكر الثانوية للبنات. إلى أخبار من حول العالم ونبدأها من المكسيك، إذ يحافظ منتجو اللؤلؤ الحرفيون على تقاليد زراعة وإنتاج اللؤلؤ الطبيعي اللي تعود لعدة قرون، وذلك في مواجهة منافسة قوية من المنتج الصناعي القادم من الخارج. خلونا نشوف هذا التقرير. تحت المياه البلورية لبحر كورتيز المكسيكي تستقر مزارع اللؤلؤ لسنوات قبل أن يصبح المنتج ناضجاً للاستغلال في تقليد يحافظ عليه المنتجون الحرفيون في المكسيك منذ قرون. يأخذ مزارع اللؤلؤ المحارة إلى مختبر خاص حيث تتم عملية زراعة شبه جراحية، يجري خلالها إدخال قطعة من الكالسيوم في المحارة لتشكل لب اللؤلؤة، ثم يتم وضعها مرة أخرى تحت سطح البحر حيث تتم تغطيتها بالصدف حتى تصل إلى شكلها النهائي، وذلك بفضل تدفق المغذيات الطبيعية لمدة تتراوح من 4 إلى 6 سنوات. ونظرا لدقة هذه العملية ومحدوديتها، فإن الإنتاج لا يتجاوز بضع عشرات في السنة، ويتميز بمسحة من اللون الرمادي والقزحي على العكس من اللآلئ البيضاء المنتجة صناعيا في أجزاء أخرى من العالم مثل الصين. ويتيح هؤلاء المزارعون الفرصة للسائحين والمتفرجين الفضوليين للتعرف على عملية إنتاج هذه الأحجار النادرة، والتي كان لها دور كبير في تطوير هذه المنطقة منذ القرن 16، وخاصة مدينة لاباز على الطرف الجنوبي من خليج كاليفورنيا. ومن المكسيك إلى روما، حيث يهتم أحد المطاعم فيها بتقديم الطعام للبشر والكلاب بكل ترحيب. Anche molto simile a quella dell'uomo, no? Un po' una composizione che chiaramente abitualmente noi possiamo mangiare, e chiaramente abbiamo cercato di insaporirlo tramite le, chiaramente senza spezie, senza sale, senza oli e quant'altro, cercando di renderlo più che mai un pasto un po' bollito per poi riproporlo in una forma un po' gourmet. È un'idea molto bella, proprio perché ormai loro fanno parte delle nostre famiglie, quindi perché non trattarli come una persona di famiglia e fargli, scegliamo noi per loro, ma sappiamo che sono. Allora, che cosa gli prepariamo a questi due bei gioielli? Ecco, vorremmo parlare con lei. Oh, assolutamente. مشاهدينا، كانت هذه أخبارنا من حول العالم، والحين نترككم مع هالمعلومة ونلتقيكم من بعد الفاصل، لا تروحون بعيد، خلكم معنا. تدري ولا ما تدري؟ تدري أن تم ذكر الموز في القرآن الكريم؟ ذكر الموز في القرآن الكريم في سورة الواقعة، حيث قال تعالى: وطلح منضود، وأن الطلح هو الموز، وكلمة منضود تعني أنه متراكم الثمر، أي أنه يتراكم فوق بعضه. وقد خصص الموز لأهل الجنة، لكن الموز اللي تم وصفه لأهل الجنة ليس هو الموز اللي يتناوله الآن. وتدري أن الموز
في الأساس كلمة هندية، وهي من كلمة موزي، وقد تم تعريبها فيما بعد إلى موز. وقد شبه العرب الموز بالبنان، أي أصابع اليد، وهذا هو سبب تسميته في اللغة الإنجليزية باسم بنانا. حياكم الله معنا مشاهدينا ومستمعينا الكرام. من بعد الفاصل خلونا نروح معاكم الحين إلى مركز قطر الوطني للمؤتمرات، حيث تتواجد الزميلة مريم المنصور لتغطية انطلاق النسخة 11 من قمة وايز، وهي إحدى المبادرات العالمية لمؤسسة قطر. صباح الخير يا مريم، وشلون الأجواء عندك؟ صباح النور يا حنان، صباح الخير يا حصة، وأيضاً أصبح على الجمهور وين ما كان يشوفنا. اليوم الحدث كثير جميل مثل ما قلتي، إحنا في مركز قطر الوطني للمؤتمرات حتى نحضر فعاليات مؤتمر ويز في نسختها 11 اللي دائماً يبحث عن الذكاء الاصطناعي ما بين التعليم وأيضاً الإنسانية. المؤتمر للأمانة كثير جميل، رح يستمر لمدة يومين 28 وأيضاً 29. خلونا ندخل مع ضيفتنا عشان نتكلم معها وأيضا تعطينا معلومات كثيرة، ورح نبحر أنا وشهد في الافتتاح اليوم كثير جميل. مرحبا يا شهد. أهلا فيكي، شكرا على الاستضافة وشكرا على تواجدكم هون لتغطية المؤتمر. احنا نشكر الشهد. في البداية لازم أعرف عن ضيفتنا، هي شهد دولة مسؤول منظومات الحاضنة للتعليم. شهد، في البداية نبي نتكلم معاك عن يعني مؤتمر ويز، عطينا فكرة عنه بشكل عام. وايز هو مبادرة من مبادرات مؤسسة قطر، تأسس عام 2009، فيعني صار له فترة يمكن أكثر، ما شاء الله 11 سنة دولة. وعلى إيدين صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر، فهو موجود من زمان. يمكن أكثر شيء بيشهرنا أو بيعرفوا عنه الجمهور هو المؤتمر اللي عم تحضروا اليوم اللي بيحصل كل سنتين، لكن بالإضافة له عنا برامج متعددة خلال السنة، من ضمنها برامج أبحاث دراسات وبرامج تنمية مجتمع. والهدف الأساسي لوايز هو حل مشاكل التعليم عن طريق الابتكار ودعم الابتكار، وأيضا عن طريق الذكاء الاصطناعي، صحيح؟ لأن كثير يتم التركيز عليه خلال هالسنة. الذكاء الاصطناعي هو موضوع هاي النسخة، ويمكن هذا الشيء اللي كتير بيميز هاي النسخة عن النسخ السابقة. يعني رأينا أنه الكل عم يتحدث في الذكاء الاصطناعي، يعني نحن في بيوتنا نتحدث عنه في كافة القطاعات، الكل يرى أنه أكيد الذكاء الاصطناعي حيأثر على كل شيء في حياتنا، فرغبنا أنه يكون عنا فرصة للغوص بعمق في تأثير الذكاء الاصطناعي على قطاع التعليم، وجمعنا عدد كبير من الخبراء في الذكاء الاصطناعي وفي التعليم لبحث هالموضوع بتفصيل. أكيد، وشفنا جزء أو عدد قليل منهم طلعوا لنا على الستيج أو على المسرح وتكلموا شوية، لكن السؤال اللي يخوف، هل الناس فعلا مستعدين للذكاء الاصطناعي بهذه الطريقة؟ شهر؟ صراحة الكل عم يسأل نفس السؤال. أكيد في جوانب أخلاقية لازم نكون حذرين منها، معروف الذكاء الاصطناعي مثل أي وسيلة تكنولوجية ممكن يكون له استخدامات سلبية، لكن له استخدامات إيجابية كثيرة، فأكيد في أشياء لازم نحذر منها، وفي أشياء لازم نتعلم كيف نستخدمها لصالح مجتمعاتنا وصالح العملية التعليمية. جميل. طيب شهد، في موضوع أنا وأنتي حابين نتكلم عنه للأمانة، حضرنا اللي صار داخل، لكن الجميل أنه كان الموضوع روحاني وأيضا مؤثر. ليش؟ لأنه كان فيه كأنه دعم، كأنه تحفيز أنه لازم ننطلق سواء بالتعليم أو حتى الإنسانية، ما نسوي الإنسانية مع أن موضوع هذه السنة هو الذكاء الاصطناعي. نبي نتكلم عن صفينة، هي مبادرة جدا جميلة انطلقت من 16 سنة خلينا نقول، ولكن اليوم تم تكريمها لهذه السنة، كلمينا عنها. صحيح، في كل نسخة من مؤتمر وايز، من قمة وايز، بنكرم الفائز بجائزة وايز. هاي الجائزة فكرتها أو هدفها أنه نكرم شخص أفنى عمره وأفنى مسيرته المهنية للنهوض بالتعليم، وكان عندنا فائزين يعني كثر في السابق، وكلهم مشاريعهم جدا ملهمة ورائعة مؤثرة، نفس اللي سمعناه اليوم شهد، ومؤثرة وتخلي الدمعة تنزل. اليوم الأمانة تأثرنا عشان تكونون بالصورة. اليوم الفائزة هي صفينة حسين، مؤسسة برنامج علم الفتيات في الهند. يمكن بعضنا بيعرف أنه الهند فيها مشكلة أنه أيوة تعليم للفتيات، وأنه بيمنعوا أهاليهم الفتيات من التعلم عشان
عشان يزوجوهم أو يعملون في البيت في الحقول وكذا. فسفينة أسست مشروع من 16 سنة مثل ما تفضلتي، لأنه بتروح على القرى النائية وبتدور مين في بيوت فيها بنات ما عم يتعلموا وبتدرجهم في العملية التعليمية وبتوفر دعم لأسرهم لاستمرارية هذا الشيء. ففعلا مشروع مؤثر، معك حق، كلنا تأثرنا في كلمتها. والجميل أيضا شهد شنو قالت، قالت صفينة أن على يعني مسيرتها في هذه المبادرة 16 سنة ما شافت ولا مرة بنت تقول أنا ما أبي أتعلم. 16 سنة وكل بنت تشوفها تقول أنا أبي أتعلم. نبي نتكلم شوي عن المواضيع اللي أيضا ننتقل لموضوع آخر حتى نكسب الوقت، نبي نتكلم عن المواضيع اللي راح يناقشها المؤتمر خلال هاليومين. أكيد المؤتمر مثل ما قلنا بيهدف أنه يغوص بعمق في موضوع الذكاء الاصطناعي وتأثيره على التعليم، لكن لتسهيل هالموضوع قسمنا المواضيع إلى 6 محاور رئيسية حقيقة هي شاملة. ففي مواضيع مثلا محور بيبحث في الذكاء الاصطناعي والفصول الدراسية المستقبلية، أنه هل يجب أنه نغير شكل الفصل، طريقة التعليم، المنهج، كل هاي الأمور اللي بتخص العملية التعليمية. في محاور أخرى مثلا مهمة تبحث في تقليل الفجوة بين احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم، بالذات في زمن تزايدت فيه يعني تسارعت فيه تطورات التكنولوجيا، هل الخريجين جاهزين للالتحاق بسوق العمل وغيرها. كثير وظائف قاعد تروح، كثير وظائف جديدة قاعد تطلع لنا. أكيد صحيح، لكن الهدف الأساسي من المؤتمر أنه نبحث في كيفية تمكين الذكاء الاصطناعي والاستفادة منه لتطوير العملية التعليمية ككل. كلمة تحبين تقولينها شهد؟ المؤتمر مفتوح للجميع، يمكن البعض بيعتقد أنه لأنه مؤتمر تعليمي فهو معني فقط للمدرسين أو الكوادر التعليمية، لكن هو مفتوح للجميع وفي محتوى مناسب لجميع الفئات، فئات المجتمع. فبدعو الجميع للتسجيل والحضور إن شاء الله. شكرا شهد، شكرا على وجودك معنا، كلامك جدا جميل وملهم ونتمنى توصل لهم هذه الكلمات الجميلة. شكرا. شكرا على الاستضافة. مشاهدينا كانت معنا شهد دولة، نشكرها، أحدى المنسقين في هذا المؤتمر، وايد سعيدة جدا بوجودها، وأيضا سعيدة أن أنا حضرت اليوم لأن الكلمات كانت جدا جميلة. أيضا وجود أو أثر أخواننا الفلسطينيين كان أيضا موجود معنا اليوم في مع الطفل عبد الرحمن عمره 15 سنة، اليوم غنى الراب. لازم نذكرهم ونتمنى لهم يا رب أنهم يطلعون من هذه المحنة بأسرع وقت. وأيضا هذه فرصة أن أنا أقول لكم المؤتمر راح يستمر على مدى يومين 28 وأيضا 29 للي حاب يشارك، كثير في مواضيع، أكثر من 200 موضوع أو حتى جلسة نقاشية راح تكون تقريبا في هذا المؤتمر، فاللي حاب تقدروا تشاركون. شكرا لكم ونرجع للاستديو. كل الشكر لك مريم المنصور وكل الشكر أيضا لضيفتك الكريمة. إذن مشاهدينا ومستمعينا الكرام، التصوير هو فن التقاط الذكريات، يمكن أكثر شيء كلنا نحبه على مستوى الأعمار إن احنا نحب التصوير. خلونا نتكلم شلون نقدر نستفيد من التصوير في توثيق الذكريات مع ضيفتي في الاستديو ريم البدر، مصورة فوتوغرافية. يا مرحبا ريم. يا هلا ومرحبا فيك ريم. يعني أنت اليوم بنتكلم عن موضوع كلنا نحبه وكلنا نقول إن احنا شاطرين فيه طبعا، وصار أساسي في يد كل شخص، كل شخص موجود. كبير ولا صغير، قولي لي، أنا قاعد تشوف عندك عدسات وصور ونشوف قاعدين لوحات، كلمينا شوي. التصوير صار بالنسبة لنا أساسي في حياتنا، صار في يد كل شخص موجود سواء كان صغير ولا كبير. الجميع يعشق التصوير وصار هوس بالنسبة حق البعض، حتى يعني ما يقدرون يقعدون يلبسون ملابس جديدة أو يقضون وقتهم مع أهلهم مع أصدقائهم إلا وهم مصورين صورة سواء كانت للذكرى أو عشان يتم عندهم مدى الحياة. فالأدوات والأغراض اللي عندنا هاي عدسات احنا نستخدمها في التصوير البروفيشنال، التصوير الاحترافي. عندي كاميرتي أنا الأساسية اللي هني أستخدمها بشكل يومي، وعندنا هني عدسات ثانية، في بعضهم بعض العدسات زوم لينس تعطيني مجال أني أنا أصور من بعيد ومن قريب، وفي عدسات تكون برايم لينس. البرايم لينس اللي هي تكون عدسة ثابتة، أكون واقفة في مكاني بدل لا أحرك مجال العدسة أنا اللي أتحرك أروح أيوة. قدام أو أبتعد ورا شوية عن الأشخاص. طيب هذه كلها الأنواع اللي قاعدين نشوفها، النوعين اللي ذكرتيهم هذول النوعين، إيه النوعين الأساسيين من العدسات. هاي هي الكاميرا، في أنواع طبعا من الكاميرات وشركات مختلفة، في ميرورلس الكاميرات اللي الحين طاغية على السوق، الكاميرات اللي بدون عدسات،
في الكاميرات اللي هي أنالوج اللي بالأفلام اللي لحين نستخدمهم، مثل أستاذنا خليفة العبيد اللي لحين يصدر الكاميرات هذه ويستخدمها. أيوة. عنده وما لا غنى عن هالكاميرات أساساً. إحنا ريم نتكلم عن تصوير احترافي، يعني هذه مو بالعامة الناس، لأن نحس إنه وايد صعب الواحد يشيل كاميرا. عامة الناس الحين صارت بيدهم الجوالات أكثر من الكاميرات الاحترافية. الكاميرات الاحترافية مثلاً أنا أفكر إني أصور صورة الريزولوشن مالها جداً عالي، ممكن أطبعها بعدين في لوحة، ممكن أسويها لوحة فنية، ممكن أعلقها عندي مثلاً في المجلس، أسوي معارض احتفظ فيها بكواليتي عالي، هني انا راح ارجع حق هالكاميرات. زين، لكن فيها بعض الكاميرات تكون قديمه نوعا ما. نعم. وحلو التصوير فيها، خاصه اطلع لك الصور بطريقه معينه. صح. انت استعملتي هاي الكاميرات؟ اي طبعا، احنا بدايات شو اسمها بولارويد، البولارايد. ايوه بولارايد. هذه الكاميرات هذه نلمها حنان. اكيد هذا كنا نتهاوش احنا من زمان طبعا. صحيح. صار لي انا بمجال التصوير اكثر من 20 سنه. فمن بدايات الافلام كنا ننتظر ايام عشان نحصل صورنا قبل. نعم. غير الحين يتحمض الفيلم. لا بس بالجوال على طول تشوفين الصوره. قبل كنا ننطر نصور وما ندري الصوره زينه، ولين نوديها حق التحميض ويحمضونها ويسوون لها. وفي بعضهم يحمضون عندهم، مسوين عندهم اللاب عندهم في نفس البيت، يعني انا ابوي الله يحفظه ويطول في عمره هو كان يحمض الصور عنده في مكانه، مسوي دار كروم وكل شيء. فيختلف زمننا قبل عن زمن الحين، بس لين الحين في مصورين يعشقون زمن الأول، فما زالوا يستخدمون الغرفة المظلمة والأفلام هذه. ذكرتيني توا قبل كم من يوم في حد كان يتكلم إنه رايح شاري كاميرا ما أدري وين حصلها، هي أساسا يابانية وطريقة وايد قديمة بدائية يعني. أيوة. وايد قديمة، بس إنها تطلع لك يعني المشاهد وذي كل شيء بطريقة قديمة. يعني أنا المقصد إن الناس للحين تحن حق هالأشياء، للحين تحن وللحين تحب، ويبين لك في النهاية إن الفن مش بنوع الكاميرا، والله أنا عندي أحدث كاميرا ولا أجدد كاميرا، الفن بنظرة المصور نفسه. صحيح. المصور شنو اللي قاعد يشوفه وشنو اللي يبي يطلعه من الصورة، لو شنو كان نوع الكاميرا اللي عنده ما راح يهم في النهاية، يعتمد على نظرته حق الشيء وشلون يطلع الشيء بطريقة بداعية. أكيد. ويكون طبعا فنان هاي مثل اللمسات البسيطة اللي يقدر يشوفها، خاصة من نوع الزاوية اللي يصور منها، الأشكال اللي يصورها، القرب، الدقة، اختياره للعدسات نفسها. احنا هنا نشوف ريم أصور. نعم. عجبتني هاي الصورة حبيبتي، جدا ترى تقليدية وفي نفس الوقت وايد حلوة معبرة. أيوة. حبيت أدخل التراث. والثانية بعد نفس الشيء. هني أنت شلون تختارين، شلون تختارين لهم مثلا الثيم، شلون يعني توثقين الكاميرا والعدسة على هاي الأساس؟ أولا المفروض أعرف من الشخص اللي أنا قاعدة أصوره، أو من الطفل شنو تراثه، شنو هي خلفيته. احنا نصور جنسيات مختلفة، يعني اتوقع ان هذه قطري، الولد قطري، من الكشخة، من اللبس، من المصباح اللي هو ماسكه بيده، من العقال اللي بعد مصباح، اي من مسكينة مصباح والعقال اللي على راسه. فالاشياء هذه احنا لازم ننتبه لها، ندخل التراث في الصورة، اخلي الطفل يرجع حق اصوله، احيانا يعتز من وين هو يعني جاي. ثانيا ندرس البيئة مالت الاهل، احيانا اشوف وين يشتغل الاب عشان ادخل وظيفه الاب في الطفل، لان احيانا يقول لك هذا الشبل من ذاك الاسد. فندخل الوظائف، ندخل التراث، ندخل الثقافات كلها في الصوره نفسها. واحيانا نسوي صور كلاسيك، يعني مثلا الصوره اللي على اليسار هذه ممكن تتم للابد، ما تصير والله انها صوره قديمه او ان هي موضه مؤقته وراحت، لا الصوره عاديه يعني ثابته وكلاسيك، صورة فنية جميلة. وحنا هي بعد نطالع نفس التصوير طبعا، يعني عندنا صور. يعني ريم انت معروفة ان انت متخصصة في تصوير الأطفال. نعم. يعني انا قاعدة اشوف لما ذكرتي ان تشوفي الخلفية هو كمشروع وبس باخذ صورة وخلاص. يعني لما اي حد يقول لك والله ابي اسوي جلسة تصوير ولا ابي تصوير حق العيال في مناسبة معينة، وبس بصور وخلاص، هو مشروع انت قاعدة تدرسين. طبعا لازم ندرس كل شيء باخذ الاعتبار السلامة، سلامة الأطفال، شن هي الأدوات اللي احنا نستخدمها لهم، هل هي آمنة استخدام الطفل ولا مش آمنة، فهذه كلها تحتاج دراسة
قبل جلسة التصوير نفسها. رحتي أتوقع دولة من إندونيسيا، دول الشرق أسيوية، خلينا نتكلم عنها. وشنو اللي لفت انتباهك؟ شنو أحلى صورة خذيتيها؟ شو اللي استعملتي لها من العدسات الموجودة هني؟ هل فيه عدسة من هاي العدسات رافقتك حق هاي الدولة؟ اللي هذه هاي حبيبتك حبيبة يعني. قلبي بنتي الثانية بنتي الثالثة، أنا عندي بنتين الله يحفظهم، هاي بنتي الثالثة. الكاميرا كانت معي طول الوقت. دولة إندونيسيا تعتبر من الدول الجميلة الغنية بالتراث والثقافات المختلفة. ممكن احنا نشوف فيها الثقافة الأوروبية، ممكن نشوف فيها الثقافة الإسلامية، ممكن نشوف فيها الثقافة الإنجليزية، راح تحصلين الآسيوية، راح تحصلين فيها مزيج كامل يعني من الثقافات في نفس الدولة. في نفس الدولة اتفق معك، لان انا صراحة الحمد لله يعني سبق لي رحت إندونيسيا، فصد دولة غنية يعني فيها وايد لقطات تقدرين تاخذينها. نعم نعم، دولة جميلة. الفن موجود فيها في كل مكان، راح تلقون الفن في الحوائط، على جدران الشوارع، على جدران المباني. الناس نفسهم مبتسمين متفائلين، الابتسامة ما تفارق وجههم، يعني وين ما تمشين يرحبون. شعب ودود. فالشعب ودود وشعب لطيف. المعرض اللي أنا إن شاء الله راح أسويه بالتعاون مع متاحف قطر، التبادل الثقافي القطري الإندونيسي. البرنامج هاي كان جميل، عرفنا على ثقافات إندونيسيا، ورحنا شفنا شلون طريقة صناعة الأقمشة من البداية حتى النهاية، شفنا شلون الفرق الموسيقية شلون تعزف أدواتهم وهذه كلها. عنوان معرضي هو اللون الأحمر ريد. ليش اخترت الأحمر؟ لأن الأحمر له معاني عديدة في إندونيسيا. في العلم الإندونيسي يعني الشجاعة والقوة، ويرمز حق الناس اللي ضحوا تضحيات، لكن لما يستخدمونهم مثلا في الدمى يستخدمونهم للغضب، الشخصية الشريرة، فشتانة ما بين هذا وذاك، ثقافة مختلفة جدا. فراح نلاقي اللون الأحمر موجود في أكثر من مكان، وفي كل مكان له معنى، له معنى خاص. حلو، إن شاء الله نشوف هذا المعرض، إن شاء الله راح نأخذ منها أيضا صور. ريم، فيه في حد من أولادك طلع عليك يحب التصوير؟ نعم. أنا حين أتخيل مكانك إنه موسوعة من صور. أنا أتخيل أنت ختم الوالد، بما أنك قلتي الوالد، شنو اللي أقرب حق قلبك؟ تحسين أن صور مثلا الأطفال تصورينهم، أو المناظر الطبيعية، أو ريم؟ شيئين ريم تعشقهم، أحب تصوير المواليد وأحب تصوير الخيول. ما شاء الله. الاثنين أحس هما الاثنين متقاربين من بعض. ليش؟ لأن إحنا ما نتنبأ بحركاتهم وايد، يعني أنت ما تعرفين الخيل مثلا شن هي الحركة الجميلة اللي ممكن يسويها في لحظة من اللحظات، فأنتي لازم تكونين صبورة. احنا لازم نكون صبورين لما نصور الأطفال، ولما نكون نصور الخيول لازم تكونين سريعة، في عنصر مفاجأة لازم تكونين صح طبعا جدا. فالشغف لازم يكون موجود قبل كل شيء. فالاثنين تحسين لما أنتي تكونين حوالينهم تحسين براحة شخصية. يعني أنا بالنسبة لي أحس براحة لما أكون مع الخيل، نفس الراحة اللي أنا أحس فيها لما أكون مع المولود. بغض النظر عن أهوة شن هي ردة فعله ولا شيء، دائما يعطونك شعور إيجابي، فهاي أكثر شيء أنا أحبهم. اللي طلع علي ولدي الله يحفظه أحمد، يحب تصوير الخيول، قدم ورشة مع أحد المصورين أستاذ عمر حمادي، فوايد عشق تصوير الخيل، وصار إنه يقول لي ما إذا في مثلاً اي ايفنتات ولا شيء في الخيل وديني معك، خليني اروح اصور. فراح هو صور معي اخر ايفنت. انا ريم يمكن بختم معك في صوره ما تنسينها. صوره ما انساها، احس صوره ولدي الاخير اللي دائما في بالي. الله يحفظه ويطول في عمره، حبيبي ابراهيم الله يحفظه. اذكر لاني صورته وانا كنت توني والده، على كثر التعب اللي فيني صورته صوره كل يوم لين اليوم، لما اشوفها احس ترجعني حق أول لحظات حياتي. عشان كذي أنا دائما أقول إن الصور، صور المواليد في أول يوم من أيام حياتهم دائما ترجعنا حق اللحظات السعيدة، ترجعنا حق المشاعر الحلوة اللي إحنا كنا نحس فيها، والنعمة اللي إحنا حصلناها في ذاك الوقت. كل شكر لك ريم البدر على لقائنا معك في هذه الطاولة، احنا نسميها هاي الطاولة التفاعلية. كل الشكر لك. مشاهدينا الكرام، وصلنا معاكم لنهاية حلقة اليوم، نشكركم على طيب المتابعة. سؤال الحلقة الجاية يقول: ما هو يومك المفضل في الأسبوع ولماذا؟ نشكركم كل الشكر، ونشوفكم بكرة على خير مع موضوعات وفقرات متنوعة من برنامجكم الصباح رباح. مع السلامة.